النهاردة ذكرى مرور 67 سنة على ميلاد الكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق، وللحقيقة هو واحد من أبرز كتاب أدب الرواية البوليسية والخيال العلمي. دكتور نبيل فاروق اتولد يوم 9 فبراير عام 1956، وحقيقة أنه أجيال كتير حبت القراية ويعني ارتبطت بالروايات وبالكتب من خلال سلسلة رجل المستحيل اللي قدمها دكتور نبيل فاروق على مدار سنوات طويلة. خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن تأثيره على الشباب وأهدافه من وراء سلسلة رجل المستحيل، وإزاي قرر أنه يبقى عندنا بطولات عربية بدل ما كان الوقت ده كل الناس يعني بتبص على البطولات الغربية والسينما الغربية، وإزاي نخلق في العالم العربي أبطال عرب من خلال سلسلة رجل المستحيل. سيدة ميرفت راغب زوجة الدكتور نبيل فاروق، أهلا بحضرتك. ألو، مساء الخير، حضرتك سامعاني؟ طيب، لحد ما تبقى معانا الأستاذة ميرفت راغب، بنتكلم مع حضراتكم عن مرور 67 سنة على ميلاد الكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق، وإزاي بسلسلة رجل المستحيل قدر إن هو يأثر في جيل كامل ويخلق ويتحدث عن بطولات عربية والناس ارتبطت بيها بشكل كبير جدا بالروايات وبالسلسلة. مدام ميرفت راغب، حضرتك سامعاني دلوقتي؟ أيوة، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بنتكلم عن رجل المستحيل وتأثيره في جيل كبير من الشباب ووجود أبطال عرب في وقت كان كل العالم بينظر للأبطال في الغرب. هو طبعا الدكتور نبيل حب يعمل شخصية عربية بأخلاق مصرية بمبادئ علمت الشباب وعلمت أجيال كتيرة جدا مبادئ حلوة، منها حب الوطن والانتماء والقيم الأصيلة اللي موجودة في مجتمعنا. صحيح. حضرتك يعني كان هو بيفكر في ايه مع كل كتاباته؟ كان روتينه ايه علشان يكتب الروايات؟ هو طبعا قارئ ناهم جدا، مثقف جدا، كان بيقرا في كل المجالات، وبعدين كان دايما بيقعد يفكر فترة طويلة جدا قبل ما يبتدي أي رواية أو أي كتاب بيكتبه، بحيث إن هو يبقى ملم بكل جوانب الموضوع اللي بيكتب فيه أو القصة اللي بيكتب فيها، وبعدين بيبتدي يكتب. أستاذة ميرفت، اتكلم يعني كلام كتير عن تحويل سلسلة رجل المستحيل لعمل فني، مصير الموضوع ده إيه؟ هو الحقيقة المصير في إيد المنتج. طبعا هي في اكتر من شركه كانت تعاقدت قبل كده مع الدكتور نبيل، لكن للاسف ما تمش التعاقد، وكانت حاليا مع منتج بس ما انتجهاش الى الان. يعني لسه الموضوع يعني ما فيش نقاش حوالين البدء في وجود عمل فن؟ لا، هو في تعاقد بس لسه ما ابتداش، بقى يعني في تاخير في تنفيذ التعاقد، وده مش عارفين هيبقى لحد امتى الحقيقه. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذه ميرفت راغب زوجه الدكتور نبيل فاروق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.